أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم التي نتحدث من خلالها حول زيارة السيد الرئيس إلى موسكو. هذه الزيارة بالغة الأهمية، القضايا التي طرحت ونوقشت، سيما وأن السيد الرئيس محمود عباس عقد اجتماعا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكريملين في العاصمة الروسية موسكو. أهمية هذه الزيارة، موقف روسيا الداعم والمؤازر، وأيضا الحديث عن التطورات في عملية السلام، وأيضا هذا التصعيد الإسرائيلي اللافت والخطير، وهذا أيضا الحراك السياسي والدبلوماسي النشط لقيادتنا الوطنية الفلسطينية في الأروقة الدولية لحشد المزيد من الدعم والتأييد للدولة الفلسطينية. كل ذلك في هذه الحلقة نناقشه مع ضيوفنا. ضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الله عبد الله، رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي. أهلا بك دكتور عبد الله، ومساء الخير لكم. وأيضا أرحب بضيفنا الذي سيكون معنا أيضا مباشرة، الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من موسكو. سيكون معنا الدكتور مجدلاني أيضا. أهلا بك دكتور أحمد. ونرحب أيضا بضيفنا من غزة، الدكتور رياض العيلي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم جميعا، وأيضا بضيوفنا الأعزاء في موسكو ورام الله وغزة. وقبل البدء بهذا الحوار نذهب إلى مقتطفات من كلمة السيد الرئيس محمود عباس في موسكو. شكرا لفخامة الرئيس، شكرا لاستقبالنا هذا اليوم هنا. نحن سعداء أن نلتقي دائما لنتبادل وجهات النظر. نحن السيد الرئيس يهمنا جدا فعلا أن نتحدث في القضايا الثنائية وفي قضايا المنطقة، وخاصة التطورات الأخيرة التي جرت منذ شهرين أو ثلاثة بيننا وبين الجانب الأمريكي. منذ أن انتخب الرئيس ترامب إلى شهر سبتمبر التقيت به 4 مرات، وكان دائما يحدثني عن الصفقة التي يمكن أن يعملها من أجل حل الصراع العربي الإسرائيلي. وبطبيعة الحال كنا ننتظر أن نحصل أو نسمع منه عن هذه الصفقة، ولكننا فوجئنا قبل أشهر قليلة بأن الحكومة الأمريكية قررت إغلاق مكتب منظم تحرير في واشنطن. طبعا هناك أسباب غريبة لدى الكونغرس سأشرحها لكم، تتعلق برؤية الكونغرس لنا، هي أن الكونغرس يعتبر السلطة الفلسطينية ومنظم تحرير منذ عام 87 على أننا منظمة إرهابية، والعلاقة بيننا وبين الإدارة الأمريكية هي علاقة تتعلق بهذا القرار، ولكن الحكومة الأمريكية تأخذ استثناءات كل 6 أشهر حتى تستمر العلاقة بيننا وبينهم. عندما سمعت هذا الموضوع أن هذه هي وجهة نظر الكونغرس استغربت ذلك، كيف تكون مثل العلاقات بيننا وبين أمريكا بهذا الشكل، زيارات مستمرة، مساعدات، اتصالات، ثم يكون هذا رأيهم بنا أننا إرهابيون. أضف إلى ذلك أن هناك بروتوكول أمني عقد بيننا وبينهم من ضمن بروتوكولات كثيرة بيننا وبين دول مختلفة حول محاربة الإرهاب بشكل محلي وإقليمي ودولي. فعندما قرروا إقفال المكتب قلنا لا بأس، وأيضا نحن نقطع علاقاتنا مع القنصلية الأمريكية في القدس، وفعلا علاقاتنا الآن مع القنصلية الأمريكية مقطوعة. وبالنسبة لمكتبنا في واشنطن يعتبر رسميا مقفل، لكنه من ناحية عملية لا زال ممثلنا يمارس عمله بدون صفة في هذا المكتب. وبعد فترة قصيرة طبعا فاجأنا الرئيس ترامب بالصفعة أو الصفقة التي تحدث عنها، وهي أنه قرر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، واعتبار أن القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل. ثم أتبع هذا بقرار آخر، وهو وقف كل الدعم الخاص بالأونروا، وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين. ثم تحدث عن أشياء لم تحصل، وهي أنه قال سنقطع المساعدات عنكم لأنكم
ترفضون المفاوضات. واستغربت هذا أيضا لأننا لم يحصل مرة واحدة في تاريخنا معهم منذ عام 88 إلى يومنا هذا أننا رفضنا الذهاب إلى المفاوضات. كذلك لم يحصل أننا رفضنا لقاءات مع الإسرائيليين المسؤولين الإسرائيليين. والدليل على ذلك أنكم دعوتمونا العام الماضي لزيارة موسكو أنا ونتنياهو، وأنا قررت أن آتي، وفعلا كنت في طريقي إلى موسكو عندما أبلغوني أن نتنياهو ألغى الزيارة. هذه الأجواء التي بيننا وبينهم أدت إلى أننا قلنا ما دام الحكومة الأمريكية تقوم بهذا العمل وهي الوسيط، فنحن بعد الآن لن نقبل أن تكون أمريكا وسيطا بيننا وبين الإسرائيليين. وإذا كانت هناك مساعي لمفاوضات يمكن أن تتم من خلال مؤتمر دولي، يخرج عن هذا المؤتمر آلية لتكون هي الوسيط وليس أمريكا وحدها. وقلنا ممكن أن تكون الرباعية الدولية مع عدد من دول الأخرى، لا مانع لدينا، كما حصل مع إيران 5+1 أو غير ذلك من الصيغ، بحيث تشارك أي دول أخرى مع الرباعية. نحن عند ذلك ليس لدينا مانع من أن تكون هناك الوساطة وأن يكون الأمريكان جزءا وليس وحدهم في هذه المفاوضات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن هذا هو الموقف الرسمي الذي قدمه ولخصه السيد الرئيس في لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكريملين في العاصمة الروسية موسكو، والذي تحدث عن جملة من القضايا سنناقشها بطبيعة الحال في موضوع حلقتنا لهذا المساء في ملف اليوم. نرحب مرة أخرى بضيوفنا في رام الله وموسكو وغزة، ونبدأ من موسكو مع الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. أهلا بك دكتور أحمد ومساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا بكم دكتور. ولضيوفك. اهلا بكم. اهلا بكم دكتور احمد مجدلاني. تحدثنا عن هذا اللقاء الذي جمع السيد الرئيس محمود عباس مع نظيره فلاديمير بوتين، سيما واننا استمعنا وشاهدنا وتابعنا معا مقتطفات من الكلمه الهامه للسيد الرئيس في لقائه مع نظيره الروسي. صحيح، اللقاء أعتقد أنه كان مهم جدا، وخاصة أنه يأتي في ظل ظروف بالغة الدقة والتعقيد، وأيضا في ضوء التطورات الجارية التي أحدثها قرار الإدارة الأمريكية باعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب، وما خلفوا هذا القرار من تعقيدات بالغة في الوضع بالمنطقة، وأيضا انسداد أفق أكبر للعملية السياسية، وفقدان الإدارة الأمريكية لأهليتها لأن تستمر كراعي وحيد ومنفرد للعملية السياسية. الرئيس بوتين أكد بوضوح شديد دعمه للحق الفلسطيني، وأكد على أن العلاقة الصداقة التي تربط روسيا الاتحادية وما قبل ذلك الاتحاد السوفيتي، نعم، بالقيادة الفلسطينية، قيادة منظمة تحرير فلسطينية ودولة فلسطين، والعلاقة ما بين الشعبين هي علاقة عميقة الجذور وممتدة ومتواصلة، وهي قائمة على الاحترام المتبادل، وهي سوف تستمر على قاعدة الدعم الذي تقدمه روسيا الاتحادية سياسيا وأيضا في المجالات المختلفة، نعم، لدولة فلسطين وللشعب الفلسطيني.
نعم نعم دكتور مجدلاني، تحدث السيد الرئيس عن موضوع العقد مؤتمر دولي وعن آليات مختلفة أو متعددة الأطراف وعدم الاقتصار كما كان سابقا على دور الولايات المتحدة التي وضعت نفسها في مربع الشريك مع الاحتلال بدلا من أن تكون وسيطا نزيها. صحيح، هذا الموضوع تناوله السيد الرئيس بالتفصيل في اللقاء الثنائي الذي حصل ما بين السيد الرئيس والرئيس بوتين، وأيضا أوضح فيه الرئيس أنه لا يمكن الاستمرار بالمسار السياسي السابق بالرعاية الأمريكية المنفردة للمفاوضات الثنائية الفلسطينية الإسرائيلية، وأنه لابد من العودة إلى لمؤتمر دولي للسلام تشارك فيه كل أطراف المعنية في عملية السلام، تنبثق عن هذا المؤتمر آلية دولية بمشاركة الأعضاء الخمسة دائمة العضوية وأي أطراف دولية أخرى أو صيغة اللجنة الرباعية مضافا إليها أي دول أخرى. وبالتالي الرئيس يعني كان واضحا وحازما في موضوع الرعاية الدولية المشتركة والمتعددة بديلا للرعاية الأمريكية المنفردة والمنحازة لإسرائيل، وهي التي أوصلت العملية السياسية إلى مأزقها الحالي. نعم دكتور أحمد مجداني، إلى أي حد ترون بإمكانية روسيا أن تلعب دورا مؤثرا في المنطقة، سيما وأن لها قدرة على التأثير لدى معظم الأطراف الدولية، وبالتالي إلى أي حد تعولون على هذا الدور لروسيا في المرحلة القادمة؟ روسيا الاتحادية دولة عظمى وتلعب دور متزايد في السياسة الدولية وفي منطقة الشرق الأوسط، والوضع الدولي الآن لم يعد كما كان في مطلع التسعينات. هناك متغيرات جوهرية في موازين القوى على المستوى الدولي، والنظام الدولي الجديد يتشكل بنظام متعدد الأقطاب وليس أحادي القطبية. روسيا الاتحادية إلى جانب جمهورية الصين الشعبية إلى جانب الاتحاد الأوروبي عم يلعبوا أدوار متزايدة، وبالتالي تراجع الدور والنفوذ الأمريكي المنفرد. وإحنا نعتقد أن روسيا الاتحادية بهذا الدور المتزايد على كل المستويات وخصوصا في المنطقة أيضا من شأنها أن تلعب دورا أكثر فعالية وتأثيرا في ضمان الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. نعم، وبالتالي يعني نعتقد بأن المرحلة القادمة ستشهد موقفا داعما ومؤازرا دكتور مجداني في ظل هذا الحراك السياسي والدبلوماسي النشط للقيادة الوطنية الفلسطينية، رغم كل ما تقوم به الولايات المتحدة أو إسرائيل بهذا الدعم والغطاء الأمريكي وسياساتها عندما تتحدث عن منح شرعية أو منح للمستوطنات، وكل ذلك يأتي في ظل هذا الحراك السياسي والدبلوماسي النشط، وبالتالي إلى أي حد تراهنون على المواقف الدولية التي من شأنها ربما أن تضغط بطريقة أو بأخرى على هذه السياسات الإسرائيلية؟ صحيح، اليوم الرئيس بوتين قبل استقباله للرئيس محمود عباس كان قد أجرى اتصالا مع الرئيس ترامب بشأن الموضوع الفلسطيني وبشأن التطورات السياسية الراهنة في المنطقة وأثرها على الأمن والاستقرار فيها، ووضع الرئيس محمود عباس في صورة هذا الاتصال ونتائجه، وإحنا نعتقد أن الأيام القادمة سوف تحمل أيضا تطورات سياسية في إطار الجهد الذي تبذله القيادة الفلسطينية باتجاه خلق مناخ دولي لرعاية دولية متعددة لعملية السلام التي أكد السيد الرئيس على تمسك القيادة الفلسطينية بالسلام والتمسك بالمفاوضات، لكن على أساس مؤتمر دولي للسلام وعلى أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
نعم، أشكرك الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كنت معنا مباشرة من العاصمة الروسية موسكو. شكرا لكم، ونعود إلى ضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الله عبد الله، رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي. أهلا بك مرة أخرى دكتور عبد الله. مرحبا ومساء الخير. أهلا بكم دكتور عبد الله. استمعت إلى بداية إلى المقاطع من كلمة السيد الرئيس على خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تحدث بشيء من التفصيل حول العلاقات مع الإدارة الأمريكية وكيف وصلت إلى مرحلة إعلان ترامب بأن القدس عاصمة للدولة أو لإسرائيل، وأيضا كل ما تبع ذلك. واستمعت أيضا إلى الدكتور مجدلاني. قبل أن نبدأ بهذا الحديث، كيف تنظرون إلى أهمية هذه الزيارة إلى روسيا في ظل هذا الوقت وهذه المرحلة بالذات؟ هناك بعدان لهذه الزيارة. البعد الأول هو تواصل الحراك الفلسطيني الذي يقوده الرئيس على المستوى الدولي. تأتي هذه الزيارة في عقاب زيارة الرئيس ولقائه مع 28 وزير خارجية في الاتحاد الأوروبي 22 من الشهر الفات، عقبها لقائه في مؤتمر القمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، وبعد ذلك لقاءاته واتصالاته المحلية واستقباله لرئيس وزراء الهند، وهي زيارة لأول مرة تحصل لفلسطين. وما أهمية تلك الزيارة أن ما كتبه رئيس وزراء الهندي في حسابه على تويتر، نعم، عن العلاقة التاريخية التي تربط فلسطين بالهند، وعن تاريخية الزعيم الخالد ياسر عرفات على الساحة الدولية. تأتي هذه الزيارة إلى موسكو نعم. وكما تعرف أنه الرئيس أوفد مبعوثين إلى اليابان وكوريا و قبل ذلك إلى الصين، نعم صحيح. وكل هذا الحراك الهدف منه هو إبقاء القضية الفلسطينية حية على الأجندة الدولية، ومواجهة القرار الخاطئ الذي اتخذته الإدارة الأمريكية باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. يعني ما معنى ذلك أن تكون يعتبروا القدس عاصمة لإسرائيل؟ معنى ذلك أنهم خرجوا على الاتفاقات التي وقعت بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أوسلو، واللي جعلت القدس هي من قضايا الوضع النهائي الذي يتم البحث في تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاص بها، نعم. فالقدس الشرقية أرض محتلة حسب قرار 242، القدس الشرقية حسب قرار 478 هي فلسطينية أرض خالصة، ولا يجوز للاحتلال أن يغير من تركيبتها الديمغرافية أو الجغرافية. كذلك قرارات الأخرى ذات الصلة. فمن هنا يأتي أهمية التركيز في اتصالاتنا هذه على اعتماد القانون الدولي والشرعية الدولية أساس لأي معالجة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لا يجوز عملية الإملاءات التي تعيدنا إلى قانون الغاب القوي يفرض ما يريد. هنا كل ما بناه العالم بعد الحرب العالمية الثانية بيروح شذر مذر، وبالتالي تدب الفوضى ليس فقط في منطقتنا وربما في عديد من بلدان العالم. من هنا أهمية الموقف الذي اتخذته الأمم المتحدة في رفضها لمثل هذا القرار، لأنه خروج على القانون الدولي، نعم. لأنه خرق لقرارات الشرعية الدولية. نعم، هذا واضح. طيب نذهب إلى الدكتور رياض العيلة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، الذي ينضم لنا الآن مباشرة من محافظتنا الجنوبية. دكتور رياض العيلة، السيد الرئيس محمود عباس أكد لنظيره الروسي بأن واشنطن لن تكون الوسيط الوحيد في عملية السلام، وبالتالي لم تعد واشنطن هي الراعية لعملية السلام. كيف تنظرون إلى أهمية ذلك في المرحلة المقبلة؟ يعني بداية نستطيع القول بأن الموقف الأمريكي وخاصة موقف الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي ترامب اتجاه اعتبار مدينة القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، إلى جانب قطع المساعدات عن الأونروا وبالتالي إنهاء قضية اللاجئين، هذا الموقف حدد
الإدارة الأمريكية بأنها انتقلت إلى الخانة بشكل تام إلى الجانب الإسرائيلي، وبالتالي من هذا المنطلق لابد أن نبحث عن قرارات الشرعية الدولية وعملية تطبيقها والالتزام بها، وخاصة أن الأمم المتحدة عندما أعلنت موقفها اتجاه قطع المساعدات على الأرروا بأن هناك قرارا أمميا يتناول قضية اللاجئين، بأن عندما تنتهي قضية اللاجئين تنتهي منظمة الأنروا ووكالة الأنروا، وبالتالي من هذا المنطلق نقول أن الزيارة التي تقوم بها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس أبو مازن لتوضيح بأنه لابد من اتخاذ قرارات الأممية وتنفيذها من قبل الدول المشاركة في هذه القرارات، وخاصة روسيا الاتحادية والصين الشعبية والهند ودول كثيرة مساندة للشعب الفلسطيني، لابد أن يكون لها دورا أساسيا، وأن يكون هناك معالجة لهذه القضية على الصعيد الأممي وليس على صعيد الإدارة الأمريكية والاتفاق الثنائي الذي وقعته واشنطن أو وقع في واشنطن عندما وقعت اتفاقيات أوسلو. نعم. هذه الاتفاقيات والاتفاق المتبادل أو الاعتراف المتبادل الإسرائيلي الفلسطيني في واشنطن، هذه كل هذه الاتفاقيات الإدارة الأمريكية إدارة ترامب قد تخلت عنها، وبالتالي أصبحت خارج الإطار الذي يشرف ويساهم في عملية إنهاء الصراع الفلسطيني أو الإسرائيلي الفلسطيني. وبالتالي أنا بتصوري أنه لابد أن يكون هناك قرارا أمميا، أي من خلال مؤتمر كما تم بإنهاء قضية المشروع النووي الإيراني، مشاركة الدول بما فيها الإدارة الأمريكية للوصول إلى اتفاق. نحن نحتاج إلى أن يكون الاتفاق الفلسطيني أو حل الصراع الفلسطيني مع الإسرائيليين أن يكون حلا أمميا، وخاصة من الدول المؤثرة، وأصبح العالم الآن يختلف عن العالم ما قبل عام 1900 أو ما بعد 1990، أي بمعنى عندما انهار الاتحاد السوفيتي وأصبحت روسيا الاتحادية. هذا الموقف أصبحت قد تغير العالم. طيب العالم لك. وأصبحت هناك قوة وليس قوة واحدة، وهو قطب واحد. أي أن هناك أقطاب، أصبح الاتحاد الأوروبي، أمريكا، روسيا، الصين، حتى الهند والبرازيل، كل هذه الدول مجمع على أن الغالبية منها باستثناء الإدارة الأمريكية أنه لابد أن يكون هناك حقا، وأن يتم الحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على أرضه. نعم، سأعود إليك دكتور رياض، ابقى معنا. دكتور عبد الله ما تحدث بها دكتور رياض، الأمر في غاية الأهمية. صحيح أن العالم تغير، ولكن هل نحن كفلسطينيين نتطلع إلى إمكانية أن تلعب روسيا هذه الدولة الوازنة بما لها من إمكانيات وقدرات؟ نتحدث هنا عن المنطقة في إحداث تغيير ربما في مسار عملية السلام، أو يكون لها دورا معينا في مرحلة ما. صحيح، الهدف الثاني للتحرك الفلسطيني هو صياغة إطار دولي يتعامل مع حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مستندا إلى مرجعية ثابتة وهي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة بين الجانبين. روسيا الاتحادية أولا هي عضو دائم العضوية في مجلس الأمن، ثانيا هي عضو في اللجنة الرباعية التي تشكلت في العام 2003 عند تقديم خارطة الطريق لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ثالثا وهو الأهم، روسيا أخذت في الفترة الأخيرة، السنوات القليلة الماضية، أخذت لها حضورا في منطقة الشرق الأوسط، فرض نفسه واقتنعت به كافة الأطراف بما فيها الطرف الأمريكي. بالتالي روسيا ليست غريبة عن المنطقة وليست غريبة عن الدور. من هنا أهمية التشاور بين القيادة الفلسطينية والقيادة الروسية في بلورة إطار دولي مهم جدا لثقتنا أن روسيا ملتزمة منذ البدايات بالقانون الدولي وبالعدالة وبالحل القائم على احترام حقوق الجميع بما يضمن الأمن والاستقرار في منطقتنا وفي العالم.
وهذا أمر في غاية الأهمية. طيب، أهمية روسيا في المنطقة وقدرتها على التأثير، في سؤال لكم دكتور رياض البالكيلي، حتى أعتقد بأن لروسيا دورا مؤثرا في المنطقة لما تتمتع به من إمكانات وقدرات، وكيف سيكون تأثير ذلك على القضية الفلسطينية دكتور رياض العيلة في غزة؟ يعني بداية نستطيع أن نقول أن روسيا الاتحادية بداية فرضت نفسها عندما فرضت قوتها في جزيرة القرم، وبالتالي عمليا سيطرت على البحر الأسود. هذه أول قضية. القضية الثانية عندما دخلت سوريا وقامت بعمليا السيطرة على الوضع، وطبعا أكثر من 75% من الأراضي السورية مسيطر عليها من قبل النظام في سوريا بمساعدة روسية، وبالتالي أجبرت العالم على أنه يجب أن يكون لها دورا معترف به من قبل الأطراف المعنية وخاصة الإدارة الأمريكية. وبالتالي أنا بتصوري أن المرحلة القادمة هي يجب أن يكون هناك موقفا، وهو دائما هناك موقف مؤيد للحقوق الفلسطينية من قبل روسيا ومن قبل وقبل ذلك من الاتحاد السوفيتي. وبالتالي عمليا أنا بتصوري أن المرحلة القادمة عندما يكون هناك دور فاعل لروسيا الاتحادية وخاصة برئيسها ورئيس وزرائها بأن يكون دورا فاعلا بإجبار الإدارة الأمريكية على إشراك العالم في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. يعني لم تكن الإدارة الأمريكية لا زالت تفكر بأن ترامب هو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لأنه عمليا بعدما أقدم على جريمة وهي صفعة القرن باعتراف بأن القدس التي منذ سنوات يقول بأنه ولم يجرؤ رئيس أمريكي على أن يضم القدس كاملة للكيان الإسرائيلي، هو أقدم على هذا العمل، وبالتالي قدومه إلى العمل أفقد شرعيته لأن يكون دولة متوازنة في عملية الصراع، وبالتالي انحاز انحيازا كاملا. أنا بتصوري أنه لابد أن يكون هناك إطارا دوليا من خلال دول في مجلس الأمن، وهي روسيا والصين، وهناك حتى دول الاتحاد الأوروبي التي تدعم هذه تلك الدول، إلى جانب دول أخرى كألمانيا ودول مثل الهند، إلى جانب الدول أخرى الصديقة التي تؤمن بالحق الفلسطيني لتحقيق أهدافه بإقامة دولة مستقلة له وعودة اللاجئين إلى دياره. وحل هذه المشكلة لابد أن يكون بإطار دولي وأممي، وليس من خلال لقاءات ثنائية كما مضت السنوات السابقة والتي لم تثبت طبعا عملية نجاعتها، لأن الانحياز الكامل للإدارة الأمريكية هو من أفشل كل المفاوضات على مدار ربع قرن من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. وبالتالي عملية العنجهية التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية بعدم الالتزام بما تم التوقيع عليه من اتفاقيات مع الجانب الفلسطيني منذ عام 1991 إلى يومنا هذا، هذا الموقف هو بدعم من الإدارة الأمريكية. وعندما جاء الرئيس الحالي ترامب ليدعم هذا الموقف، طبعا هناك وضوح تام بأن الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية لن تستطيع أن يكون لها دورا غير منحاز إلا للجانب الإسرائيلي. وبالتالي من هذا المنطلق نقول أن الدور السياسي والدبلوماسية السياسية الفلسطينية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن، هذه يجب أن تستمر من خلال إقناع أو تأكيد مواقف تلك الدول المؤيدة للحق الفلسطيني. طيب، لإجبار الإدارة الأمريكية على الانصياع إلى الاهتمام بأن هناك حقا فلسطينيا لابد من الوصول إليه على الرغم من السياسات التي تتخذها الإدارة الأمريكية. نعم، ابقى معنا دكتور. دكتور عبد الله، يعني كل هذا الحراك وهذه أيضا الزيارة التاريخية لموسكو، وقبل ذلك الحديث مع رئيس الوزراء الهندي، وأيضا في قريبا في مجلس الأمن في الأمم المتحدة،
كل ذلك إلى أي حد باستطاعتنا كفلسطينيين أن نؤثر على هذه السياسات الأمريكية لإدارة ترامب الذي أعلن أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال من جهة، ومن ثم الحديث عن تقليص المساعدات لوكالة غوث وتشغيل لاجئين الأونروا وقطع المساعدات، تجميد عمل مكاتب منظمة التحرير أو مكتب منظمة التحرير في واشنطن، كل ذلك بصراحة إلى أي حد باستطاعتنا أن نؤثر من خلال هذا الحراك السياسي. هذه الإجراءات التي تأخذ الجانب القوة المحتل القائمة بالاحتلال إسرائيل ستزيد من حالة التطرف، تزيد من حالة عدم الاستقرار، وربما سفك الدماء. هذا الكلام أيضا يؤثر على عديد من الدول التي تريد أن تحافظ على القانون الدولي والشرعية الدولية كمرجعيات في حل الخلافات التي يمكن أن تقع بين هذه الدول. لابد أن يتحرك العالم. يعني ما هو مبرر وجود مجلس الأمن؟ مجلس الأمن الدولي عندما أسس في العام 45 من القرن الماضي بهدف تحقيق السلم والأمن الدوليين في العالم. مجلس الأمن إذا لم يستطع أن يحقق هذا الهدف فما مبرر وجوده؟ من هنا لابد أن يكون في حراك دولي ينتبه لهذه الحالة ويقف للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. نعم. والحفاظ على حقوق الشعوب وعدم مكافأة المعتدي، بل بالعكس على تشكيل ربما قوة رادعة لهذا المعتدي ليتوقف عن عدوانه، وسيلزم القوى المعتدية إسرائيل بالتوقف عن كل إجراءاتها. ما نلحظه نحن أن الإدارة الأمريكية هي في سياساتها تساعد على تسريع رد الفعل الدولي ضد هذه الإجراءات المدمرة، بدليل أنه هذه الإدارة هي تأخذ خطوة خطوة أجندة الحكومة الإسرائيلية العنصرية المتطرفة. بدأت بالقدس وكما يقولون زعوها عن الطاولة، بس لن تزع عن الطاولة، لأن القدس احنا بالنسبة لنا كفلسطينيين يعني لا وجود للشعب الفلسطيني بدون فلسطين، ولا وجود لفلسطين بدون القدس، ولا وجود الطاولة أصلاً. هذا إذا أخذنا الجانب الوطني، إضافة إنها جزء من العقيدة الإسلامية، لا يستطيع أحد أن يتخلى عن عقيدته الإسلامية، ولا كذلك الانتماء المسيحي لمدينة القدس. من هذه الناحية نقول إنه بدأوا في القدس، انتقلوا إلى اللاجئين بمحاولة تجفيف موارد منظمة الأونروا، وبعدها يجري الحديث عن تشريع ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهي تشكل أكثر من 48% من مناطق سي في الضفة الغربية، اللي هي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية. نعم. يعني هذا الكلام معنى إذا قاموا ثلاث قضايا، القدس واللاجئين والمستوطنات، ويتحدث نتنياهو عن الأمن أنه لا يلتقي في أي لقاء إلا إذا ضمن أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على الأمن غرب نهر الأردن، فماذا بقي من قضايا طيب الوضع؟ دعنا دكتور عبد الله، نذهب إلى دكتور رياض. نعم دكتور رياض العلي أستاذ علوم السياسية، إذا ما تفضل به دكتور عبد الله. عبد الله بدأ الحديث عن موضوع إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ثم تحول الموضوع إلى مخصصات أو تقليص المساعدات للأونروا، والآن مطالبة بإطفاء الشرعية على المستوطنات المقامة عنوة على أرضنا الفلسطينية، رغم أن هذا الذهاب أن هذا الإعلان أو هذا التحرك لا يغير من الحقيقة شيئا على الأرض الفلسطينية بأنها أرض فلسطينية. ولكن بصراحة كيف تنظرون إلى هذا المسعى الذي يحظى بهذا الدعم الأمريكي الذي أصبح يشكل غطاء لكل الممارسات الإسرائيلية؟ يعني كما أكدنا جميعا بأن عمليا موقف الإدارة الأمريكية المنحاز تقريبا 100% إلى جانب الإسرائيلي، وربما يعني نستطيع أن نؤكد على أنه يمارس وينفذ أجندة إسرائيلية في كل القضايا، حيث أن اليوم على سبيل المثال عندما طالبوا رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأن يعلن عملية ضم المستوطنات،
فرد عليهم قال منذ وقت طويل ونحن نتحدث مع الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي على ضم المستوطنات وإقناع الإدارة الأمريكية للموافقة على ضم المستوطنات. الحكومة الإسرائيلية تسعى جاهدة على ضم جميع الأراضي الفلسطينية وإبقاء منطقة قطاع غزة هي المنطقة الوحيدة الخارجة لهذا الضم، وبالتالي تنفيذ المشروع الذي يعتقد أنه يمكن تنفيذه على الرغم بأن الشعب الفلسطيني هذا المشروع منذ عام 1955 وهو واقف ضد هذا المشروع وإعادة التوطين في مناطق أخرى غير فلسطين. الشعب الفلسطيني منذ 100 عام وهو يناضل من أجل الاستقلال، من أجل تقرير المصير، مستمر بهذا النضال حتى يصل إلى تقرير مصيره وإقامة دولته. وبالتالي كل الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الكيان الإسرائيلي وحكومته وبدعم من الإدارة الأمريكية، أنا بتصوري أنه يستطيع أن يعملوا ما يشاءون، ولكن الشعب الفلسطيني وقيادته الفلسطينية مستمرة في نهجها من أجل الوصول إلى فرض حقه وهو حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبالتالي إنهاء المشكلة الأساسية وهي مشكلة العودة وحل قضية اللاجئين. وبالتالي أنا بتصوري أن الإدارة الأمريكية بغطائها الحالي للحكومة الإسرائيلية هي تنفيذ لأجندة السياسة الإسرائيلية، ولكن عندما أقول بأن هناك الزيارات المكوكية التي تقوم بها بعض أركان الإدارة الأمريكية وخاصة وزارة الخارجية أو الشخصيات المنتمية للرئيس الإدارة الأمريكية عندما يبرر عملية ضم القدس بأن عملية ضم القدس لن نتحدث نحن كما يقول هو عن الأماكن المقدسة، ولكن نتحدث عن أماكن أخرى غير الأماكن المقدسة التي يجب أن نتفاوض عليها. يعني أنا بتصوري أجد أنه بدأ يتحدث من خلال الرفض الدولي والرفض الأممي للقرار بضم مدينة القدس لتصبح عاصمة للكيان الإسرائيلي، بأن هذا الرفض الدولي بمجهود القيادة الفلسطينية ومجهود النشاط الدبلوماسي الفلسطيني مع دول العالم الصديقة بتأكيد موقفها. طيب دعني أذهب دكتور رياض. الإدارة الأمريكية التي اتخذته اتجاه القدس هو موقف مرفوض، وبالتالي لابد من التأكيد على الحق الفلسطيني بأن تكون له دولة وعاصمتها القدس. نعم طيب ابقى معنا دكتور رياض. دكتور عبد الله بصراحة هذا الجهد السياسي والدبلوماسي يقترن بهذا الفعل الشعبي لأبناء شعبنا، كل مواطنة ومواطن فلسطيني صامد على هذه الأرض هم بصراحة الذين يعملون جنب إلى جنب في تناغم مستمر ومتكامل مع الجهود السياسية. بصراحة أهمية برأيكم استمرارية هذا العمل وهذا العطاء، سيما وأن إسرائيل تفعل ما تشاء، تصادر، تقتل، تدمر، تسيطر على الأرض ولا تلتفت إلى كل ما يحدث في المنطقة، ورأيكم المطلوب في هذه القضية؟ صحيح، ولكن كل حركة سياسية لابد أن تكون مسنودة بموقف شعبي. نعم صحيح. الحراك الشعبي الذي يقوم به أبناء شعبنا في مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية وفي الشتات حتى، نعم صحيح، هذا هو للتأكيد على أنه الحق الفلسطيني غير قابل للمساومة، أنه الثوابت الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها، أن صمودنا في أرضنا لا يمكن أن تستطيع قوة أن تنزعنا من هذه الأرض كما حصل في مرات سابقة. نحن منزرعون هنا متمسكون بحقنا ونناضل في مواجهة كل السياسات العنصرية والعدوانية التي تقوم بها حكومة الاحتلال وتساندها فيها الإدارة الأمريكية. هذا الكلام هو الذي يدعم التحرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني الذي تقوده القيادة. عندما يتحرك الرئيس يتحرك باسم ملايين الفلسطينيين في داخل الوطن وخارجه، ومسنودا بفعل فلسطيني ليس مجرد قول فلسطيني. من هنا أهمية أنه من حيث الشكل على الأقل لابد أن ننهي حالة الانقسام المدمر الذي هو لا يقل تدميرا عن قرار ترامب، ننهيه حتى نظهر في الشكل أمام أصدقائنا على الأقل أننا يد واحدة ووحدة واحدة، خاصة أن التهديد يطالنا جميعا،
وثبتت بالتجربة أنه لا يحمي الفلسطيني إلا الفلسطيني. يعني عندما قيل عن حركة حماس حركة إرهاب، الذي تصدى لها الرئيس محمود عباس وحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية. حتى مؤخرا عندما وضعوا الأخ إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب وزارة الخزانة الأمريكية، الذي تصدى لهذا الكلام حركة فتح. لأنه إحنا في النتيجة نحن جسم واحد بغض النظر عن التباينات هنا أو هناك. هذا يجب أن نكرسه من خلال إنهاء هذا الانقسام المدمر، وأن لا نتذرع بعذر هنا أو عذر هناك، لأنها كلها أعذار غير مقنعة وغير عقلانية. نعم دكتور رياض، ما ذهب له الدكتور عبد الله أمر في غاية الأهمية، تكامل الأدوار، الحديث عن 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 جسد وطني فلسطيني موحد، سيما هناك جهود سياسية تبذل على مدار الساعة، وهذا بطبيعة الحال يأتي في عمل تراكمي سياسي، ربما لا تكون النتائج الآن أو غدا، ولكن هذا عمل سياسي وتراكمي مستمر ومتواصل. كيف ترى ذلك؟ يعني أنا أؤكد على ما قاله الأخ ضل عبد الله حول قضية الانقسام. الانقسام هو بالفعل هو يعني خنجر مسموم دخل في الجسد الفلسطيني، ولا بد من عملية إنهاء، وخاصة في المصالحة الجارية، ولا بد من تسريع هذه المصالحة، وخاصة أن قضية القدس يجب أن تجمعنا جميعا نحن كفلسطينيين بكافة الفصائل الفلسطينية. وبالتالي أنا بتصوري على الرغم من ذلك، على الرغم من هذا الانقسام البغيض، إلا أن الشعب الفلسطيني كله بشتاته وفي الداخل، في الشتات وفي الداخل، هو ملتف حول القيادة الفلسطينية في موقفها ضد الإدارة الأمريكية، في موقفها ضد اعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، على الرغم من التباينات في المواقف أو في وجهات النظر السياسية للفصائل الفلسطينية. ولكن على الرغم من ذلك لابد أن ينتهي هذا الانقسام لتكون هناك وحدة وطنية صادقة، وحدة وطنية تنظر إلى الهدف الفلسطيني الكبير، وهو عملية الحفاظ على القضية الفلسطينية وعلى تقرير المصير من خلال الابتعاد عن القضايا الصغيرة التي منذ فترات ونحن نطالب بهذه الأشياء الصغيرة، لابد من الابتعاد عنها وإنهاء كل هذه القضايا وصولا لإعادة اللحمة الفلسطينية. لأن بعملية الوحدة الوطنية وال12 مليون فلسطيني في الداخل والخارج هم ملتفون حول القيادة، ولكن عندما ينتهي الانقسام يكون هناك التفافا بقوة أكبر في مواجهة القرارات ترامب الإدارة الأمريكية والقرارات الإسرائيلية التي تعمل على إهدار الحق الفلسطيني. وبالتالي أنا بتصوري أنه لابد أن يكون هناك توافقا فلسطينيا مستمرا من أجل الوصول إلى وحدة وطنية. هذه الوحدة الوطنية ستؤكد على الموقف الفلسطيني الرافض لمواقف الإدارة الأمريكية وللموقف الإسرائيلي، حيث أننا نحن لازلنا نعيش في مخاض من أجل الوصول إلى إنهاء هذا الانقسام بإعلان المصالحة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وبالتالي الدعوة إلى انتخابات. ومن هذا الانطلاق يكون أن جميع الأهداف للشعب الفلسطيني وخاصة ممارسته للديمقراطية وممارسة هذا يعني في غاية الأهمية الموحد هذا الأمر في نهاية لهذا الانقسام. أشكرك دكتور رياض العلا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، كنت معنا من محافظاتنا الجنوبية من غزة، لكم التحية والتقدير. نبقى مع ضيفنا في رام الله دكتور عبد الله عبد الله. أنا دكتور عبد الله، إذا ما عدنا إلى ما بدأنا بهذه الحلقة، السيد الرئيس قدم شرحا حول الوضع السياسي للرئيس بوتين، وهذا بصراحة ما نلمسه بشكل يومي. السيد الرئيس يقدم الرواية الوطنية الفلسطينية بكل أمانة ودقة وموضوعية في حله وترحاله. كيف تنظر إلى أهمية إيصال هذا الصوت الفلسطيني وهذه الصورة الفلسطينية إلى المحافل الدولية، كي يرى الجميع بأنه العالم ليس بقبضة الولايات المتحدة، وأن هناك دول أخرى وازنة في المنطقة بالإمكان أن يكون لها تأثير؟ في سياق الحراك الفلسطيني سيتوج هذا الحراك بكلمة
للسيد الرئيس في مجلس الأمن يوم 20 من هذا الشهر. والكلمة في مجلس الأمن لها أهمية خاصة. نعم. لأنه كما قلت في بداية اللقاء. نعم. مجلس الأمن أسس في العام 45 من القرن الماضي لحفظ السلم والأمن الدوليين، للمحافظة على القانون واحترام القوانين الدولية والشرعية الدولية. مجلس الأمن يجب أن يكون أمام مسؤولياته. سيسأل مجلس الأمن ما هو مصير القرارات المتعددة، 86 قرارا لمجلس الأمن تتعلق بالقضية الفلسطينية. ما هو مصير هذه القرارات؟ لماذا لم ينفذ منها قرار واحد؟ إذا كان فعلا مجلس الأمن حريص على أن يحافظ على صدقية التفويض الذي منح له عند تأسيسه. هذه واحدة. ثانيا، لن نقف عند هذه النقطة، بل سيتعدى الرئيس ذلك إلى تقديم رؤية اللي صار الحديث عنها كثيرا، أنه لابد لإطار دولي يشمل عديد القوى لأن تجتمع وأن تقرر طريقة الحل وفق قرارات الشرعية الدولية ووفق القانون الدولي. نعم. حتى لا يكون الإملاءات من قبل الطرف القوي على الطرف الضعيف، ومن هنا يكون السلام قد تحقق في المنطقة، الاستقرار قد تحقق. نعم. والأمن الجميع قد تحقق. بدون ذلك، إذا رجعنا لتصريح الأمين العام للأمم المتحدة قبل أيام قليلة، قال إنه إسرائيل في استمرارها في سياساتها الحالية، التوسع في الاستيطان والهدم المنازل والتضييق على الفلسطينيين، هي تريد أن، وحتى قرار رئيس ترامب. نعم. القدس عاصمة لدولة إسرائيل، إخراجها من المفاوضات، هو يضع عقبات إن ما كانش مدمرة هذه العقبات لمشروع حل الدولتين اللي يجمع عليه المجتمع الدولي. في هذه الحالة إذا حل الدولتين انتهى، ستجد نفسها إسرائيل أنها في دولة واحدة عنصرية يرفضها العالم كله. نعم. طيب، يعني إذن أشكرك الدكتور عبد الله رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي على هذه المشاركة الطيبة في ملف اليوم، كما ونشكر أيضا ضيفنا الذي كان معنا من غزة دكتور رياض العلا أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، والدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية الذي كان معنا من العاصمة الروسية موسكو في هذه الحلقة التي تحدثنا من خلالها مشاهدينا الكرام حول زيارة السيد الرئيس إلى موسكو ولقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وحديثه عن مؤتمر دولي للسلام وعن آلية متعددة الأطراف و عدم الاقتصار على الدور الأمريكي الذي كان متفردا برعايته لعملية السلام التي كما لاحظنا وتابعنا معا الدور الأمريكي المنحاز والذي دخل في مربع الشراكة مع دولة الاحتلال في تعاطيه مع الملف الوطني الفلسطيني أو القضية الفلسطينية. حتى هذه اللحظة مشاهدينا الكرام، لكم مني حسن أبو الرب التحية والتقدير، ومن زملائي في طاقم العمل هيثم عاقل في التنسيق وأيضا إيفان وراد في الإخراج، لكم ولهم جميعا التحية والاحترام، ودائما إلى اللقاء.